سعد الدين الهلال، سعد الدين الهلالي، او شيخ شيخ الفتة، شيخ العسكر سعد الدين الهلالي، اللي عمره في حياته ما قال على حاجة حرام، كل حاجة عنده حلال طالما ترضي النظام وترضي الحكومة. وده مبدأه، مش مبدأه ايه يرضي الله ورسوله، لكن ايه يرضي النظام وايه يرضي الحكومة. في فتوى غريبة مريبة الهدف منها ارضاء النظام وارضاء السيسي، والهدف منها عمل بلبلة كالعادة وككل فتاوي سعد الدين. طلع قال ان آيا صوفيا او مسجد آيا صوفيا ارض مغتصبة ولا يجوز الصلاة فيه. بس يا معلم، ومن ساعتها والاعلام المصري بيحتفل بهذه بهذه الفتوى وكأنها خرجت على لسان شيخ الإسلام. امبارح الدستور نشر الخبر ده وبيقول هنا كاتدرائية آيا صوفيا صلاتكم غير مقبولة. يعني اللي أكتر من 400 ألف مصلي امبارح اللي حضروا الصلاة في آيا صوفيا أول صلاة بعد 86 سنة، والحدث اللي فرح الملايين في العالم بعودة آيا صوفيا مسجد كما كانت. خلي بالك، هي ما عادتش مسجد وكانت قبل كده كنيسه، لا ده هي كانت مسجد وبعد كده بقت متحف 68 سنه او 86 سنه، وبعد كده اتقلبت ورجعت تاني، رجعت لاصلها مسجد. لكن يبدو ان الاعلام المصري او النظام المصري اي حاجه ضد تركيا او اي حاجه ضد النظام التركي احنا معاه، بغض النظر بقى الحاجة دي كانت مع الإسلام، كانت مع الحق، كانت مع العقل، كانت مع العرف، حاجة منطقية. احنا ضد اي حاجة لها علاقة بتركيا. الغريب لما تبص العالم كله بيحتفل، العالم الإسلامي كله بيحتفل والله، بعيدا عن ان احنا موجودين في تركيا، وبعيدا عن الانتماءات السياسية، وبعيدا عن المعارضة، وبعيدا عن كل الكلام ده، ما اعتقدش ان في مسلم امبارح او حد كده في قلبه حب للدين يحزن ان مسجد من اهم المساجد في التاريخ الاسلامي، او له ما له من يعني سمعة، وله ما له من رمزية في التاريخ الاسلامي، يرجع مسجد تاني. يعني انا مثلا يعني شايف مثلا ان اليونان لما تنكس العالم معاهم حق، مثلا هم شايفين حتى الان ان آيا صوفيا، آيا صوفيا كانت بتاعتهم، ومولانا السلطان محمد الفاتح لما فتح القسطنطينيه اخذها منهم، يعني عندهم مبرر. شايف مثلا لما بعض الدول الاوروبيه تزعل عندها مبرر، لكن مش لاقي مبرر عند الاعلام المصري والاعلام السعودي والاعلام الاماراتي. دول بس كده، يعني دول بس كده اللي زعلانين، الاعلام المصري والسعودي والاماراتي. طب الدول العربية التانية والإسلامية التانية لا، ما عندناش مشكلة وفرحانين. طب بقية الدول ما عندناش مشكلة وفرحانين، بس السعودية والإمارات ومصر. أي حاجة فيها سوء هتلاقي الإعلام المصري والإعلام السعودي والإماراتي. أي حاجة فيها مصيبة، أي حاجة فيها بعد عن الدين، أي حاجة فيها بعد عن الأخلاق، أي حاجة فيها بعد عن الفضيلة، هتلاقي النظام السعودي، النظام المصري، النظام الإماراتي. لكن لما تدور عن المواطن المصري، أنا أكاد أجزم ان معظم المصريين امبارح كانوا فاتحين التلفزيون وبيتفرجوا على اول صلاه وكانوا فرحانين. انا سالت اصحابي واهلي، الناس كلها كانت فرحانه، الناس كلها مبسوطه، لكن الاعلام وبعض مشايخ العسكر والسيسي ونظامه ومش عارف وزير الخارجيه وحضره الضابط المفتي، كلهم شايفين ان ده ضد الاسلام وان ده ضد الدوله. طب ما اتكلمتش بسلامتك عن المساجد اللي اتحولت كنايس، طب ما اتكلمتش بسلامتك عن المساجد اللي اتحرقت في مصر قدام العالم كله، طب ما اتكلمتش بسلامتك عن المساجد اللي بيهدها عبد الفتاح السيسي كل يوم في اسكندريه بحجه تطوير مش عارف ترعه المحموديه ومش عارف ايه. وجعتك قوي آيا صوفيا، المسجد اللي كان متحف ورجع تاني مسجد وبيت من بيوت ربنا هيذكر فيه اسم ربنا من جديد. مش عارف يعني ما لكم كيف تحكمون، زي ما ربنا بيقول.